بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. أحييكم في هذا الميدان وفي هذا الشوط الثالث الذي ينطلق على بركة الله وتوفيقه، خاص بسن الحيل، مسافة 6 كيلومترات، مسافة التفح في هذا اليوم. مقدمة الشوط والمركز الأول، وهذه هي الماجدة في مقدمة الشوط. الماجدة في مقدمة الشوط للسيد سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي، بينما المركز الثاني واللي تسللت غشمرة بالمركز الأول بشعار ناصر بن عوضي، بن يحيى المنهالي في مقدمة الشوط. المركز الثاني هذه حرايق بشعار سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، يا سلام. المركز الثالث هذه شعار بن عنزان، وهذه الماجدة لسعد بن عنزان بن خاتم النعيمي. المركز الرابع هذه ريم للسيد عبيد أو عيد بن علي بن ناصر العطية في المركز الرابع، جابر بن علي بن ناصر العطية، وهي ريم. مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بهذه البطلة، وهذه كتارة من وصلت في المركز الثالث وتحمل الرقم 3 والزعفران على رأسها وعلامة الجودة، وهذا الشيء يدل دلالة كبيرة بأن رصيدها مليء بالإنجازات. هو الزعفران الدليل الواضح أمام مشاهدي العزيز. هذه هي كتارة زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، كتارة أجمل المناطق السياحية هنا بالدوحة، وهذا المسمى الجميل. يا سلام، تسللت كتارة إلى المركز الأول وإلى مكانها الصحيح. المركز الرابع هذه حرايق لسيد سعيد بن زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، ناصر بن سالم المكسور بالمركز الرابع. وفي المركز الخامس هي الماجدة للسيد سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي. إذا مشاهدينا الكرام، هذه الخمسة مراكز المتقدمة هنا بتقدم كتارة وغشمرة والريم في معركة ثلاثية مع سن الحيل، مع 6 كيلومترات، في يوم خاص بالكبار، خاص بالرقص مع الكبار، ولكن هالمسافة هي 6 كيلومترات. هناك 6 كيلومترات وهناك 8 كيلومترات، الكل مخير في هذه المشاركة في هذا السن المميز. وهذه غشمرة في مقدمة الشوط، يا سلام، شعار ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي من دولة الإمارات العربية المتحدة، فنقول له مرحبا بك يا ابو العوضي في هذا المشاركة الكبيرة، بهذا الأداء، بهذا الشعار، شعار مشعل، وهذا الشعار شعار نجوم أذكرها جيدا، اللي حققت الشلفة في سنة 2011 تقريبا في سنة 2011 إذا لم تخدني الذاكرة. هذا شعار كبير يعرفه الكل، شعارك يا بالعوضي، ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي يتقدم هنا ويشارك في هذا اليوم، لكن المنافسة صعبة يا أبو سعد هنا في أرضية الميدان. مشاهدينا الكرام، هذه مقدمة الشوط، وهذه هي غشمرة هنا تتغشمر مع هذه الحيل، يا سلام. هنا بالأداء بالعرض الجميل، الريم قادمة على المركز. الريم تسللت في هذه اللحظات، الريم تسللت مشاهدينا الكرام بشعار جبر بن علي بن عبد الله العطية، يا سلام. جابر بن علي بن خليفة العطية، مشاهدينا الأعزاء، في مقدمة الشوط الريم صاحبة إنجازات، لابد أن لديها إنجاز يؤهلها لوصولها لمرحلة الكبار. المركز الثاني كتارة، مرحبا بكتارة، والكل يعرف كتارة، وهو شوطها هذا الشوط، وهي راعية الشوط مسبقا، راعية الإنجازات مسبقا، راعية التاريخ المشرف، وهي كتارة للسيد زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين.
شعار، هذا الشعار، هذا الاسم، هذا الاسم الكبير لقب بصائد الرموز، بصائد الرموز، لأنه دائما ينتزع أشواط الرموز، بل هو متخصص بأشواط السيوف. هذه كتارة تشاهدونها في هذا اليوم لكي تستعد، لكي تستعد للانطلاق بالختاميات، للإنجازات الكبيرة التي تنتظر كتارة هناك في ميدان المرموم، تنتظر كتارة، الجماهير ينتظرون كتارة. هذه كتارة البطلة العملاقة بشعار زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. يا سلام، المركز الثالث وصلت هنا هملولة بحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي على المركز الثالث. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هملولة، حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، وفي المركز الرابع هذه صوغة لناصر بن جابر بن محمد بن جفران. ناصر بن جابر بن محمد بن جفران المري، وفي المركز الخامس يا اخوان آخر نداء، آخر نداء وندخل الكيلومتر الأخير. يا سلام، هذه غشمرة، غشمرة اللي متواجدة في دائرة الخمس وهي في نطاق التغطية، في نطاق التغطية. يا سلام، ارسالها فل، ناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي. اذا نعود الى مقدمة الشوط، هذه تسير نحو البطولات بعرض خطير امام الجماهير، وهذا الخطير شعار صائد الرموز زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. يا سلام، يا سلام، دخلنا كيلومتر واحد، دخلنا الغلاف الجوي الكيلومتر الأخير. هنا بدأت الأمور تشتد، وبدأت الأمور تصعب في هذه اللحظات، ولكن الريم صامدة 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 في هذه اللحظات بشعار جبر بن علي بن ناصر العطية اللي تسللت بدورها، اللي تسللت بدورها الريم، الريم وهي كما الريم. يا سلام، جبر بن علي بن ناصر العطية، ولكن الأمور توها 700 متر يا العطية، 700 متر يا العطية. هنا المركز الثاني كتارة، على المركز الثاني زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. المركز الثالث كتارة لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. المركز الثالث، هذه هملولة لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي. مشاهدينا الكرام، غشمرة قادمة، غشمرة قادمة للسيد ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي. الريم انطلقت، الريم انطلقت، وخبرناكم بأن الريم لم تصل إلى هذا المستوى إلا ولديها الإنجازات، وهذه بعض الإنجازات التي تقدمها في هذا الصباح في شوطها الثالث الخاص بالحيل. سلام يا العطية، سلام في هذا اليوم، وسلام يا الريم، سلام. هذه لحظات الفوز، هذه لحظات الانتصار، لحظة وصول الريم إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لجبر بن علي بن ناصر العطية المركز الثاني. وصلت كتارة لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين المركز الثالث. وصلت غشمرة لناصر بن العوضي بن يحيى بن هاني المركز الرابع. وصلت هملولة لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، وفي المركز الخامس صوغة لناصر بن جابر بن محمد بن جفران المري. أيها الحفل الكريم، تهانينا والناموس لجبر بن ناصر العطية، وتوقيت الزمن لحظة الوصول. إذا التوقيت الزمن لحظة الوصول 9 دقائق 48 ثانية، 26 جزء من الثانية هو توقيت الريم. المركز الثاني، وصلت كتارة لزايد بن منصور آل سيف الخيارين، توقيت 9 دقائق 49 ثانية، 56 جزء من الثانية. المركز الثالث غشمرة، وتوقيتها الزمن 9 دقائق 49 ثانية، 92 جزء من الثانية. تهاني لناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي.